السلام عليكم، معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. واحد من المتابعين سأل هل نقدر نحن اذا نقلنا لوبات، يعني لوبات تنزل لوبات وتبغي تعمل عليها ايقاعات، يعني تبغي تعمل عليها مصاحبات او بيز؟ نعم تقدر، زين، بس شرط تكون اللوبات كلها صيغة الويف، طبعا معروفة عندكم. انا نزلت هاللوبات، لاحظ معايا، نزلتهم في الاكسبنشن. لوبات عبارة عن 6 لوبات بسيطة، هذا ايقاع، هاي القاعات كلها. الحين بركب من هاي اللوبات، بركب ايقاع في الياماها، تروح على منيو ستايل كرييتر، تعمل انتلايز ستايل جديد، يعني راح اركب. بس في نقطة لازم وانت تنزل اللوبات تعرف اللوبة اللي انت منزلني سرعتها كم، عشان ما تتلعوز وانت تسجل. يعني اللوب هذا انا لما نزلت كتبت عندي ان هذا سرعته 70، فلازم احط السرعة على 70 عشان على طول يعمل معاك اللوب صحيح ما يتم انت. لكن في حالة نزلت وما عرفت سرعة اللوب، بتضطر انك انت تغير سرعة التيمبو لين ما يقبض معاك عدل اثناء التسجيل. لاحظ معايا هذا لوب، لحظة بختاره، شوف قبض معاك لوب، هذا ايقاع. اروح على البيز، اعمل لي بيز، خلاص ما دام دش في التسجيل تقدر تتحكم فيه البيس. اعمل لك كورد، اعمل لك كورد بيانو، كورد بيانو. الحين راح اركب الكورد، الطريقة هاي تقدر تركب المصاحبات مع ايقاع اللوب اللي انت دخلته، تسيفه بعدين، تسييف سيفه في اليوزر، راح اعطيه نيم كي كي كحرف كي كي، اوكي يس. تطلع من هني، لاحظ معاي في قسم الايقاعات موجود هني، شوف، وعلى طول تعزفه مع اي صوت تحت هذا ويمشي معاك كوردات صحيحة. الطريقة هاي انك انت تقدر تجيب اي ايقاع لوب وتسجله في ستايل كريتر وتدخل عليه المصاحبات والبيز اللي انت تباه وتسيفه، كأنك قاعد تركب ايقاع من الكيبورد نفسه. والى اللقاء مع معلومة جديدة.